$10.30 للأوقية بتراجع 2%. للمزيد حول تطورات الأسواق العالمية معنا مباشرة من الكويت كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس محمد زيدان. سيد محمد أهلا بك معنا. مسلسل هبوط اليورو، ما هي الأفاق برأيك؟ هل نرى المزيد من الهبوط؟ نعم، كل الهبوط دوت بس كان انعكاس لخطة البنك المركزي الأوروبي بتيسير الكمي أو برنامج شراء السندات الحكومية. ما زلنا لم نرى تسعير الأسواق لارتفاع الفائدة الأمريكية، ممكن نتوقعها في شهر 6 القادم أو شهر سبتمبر، وعلى أكثر احتمالا شهر سبتمبر. فكان البرنامج أو سوبر ماري دراج رئيس البنك المركزي الأوروبي قادرا على تحقيق أهدافه على الأجل القصيرة من انخفاض اليورو للمستويات ديت. الدولار نقول دولار 5 سنتات، اليورو الواحد ده يعتبر ما زال في منتصف الطريق للسعر اللي ممكن يكون سعر عادل او تراه الاسواق السعر اللي يحصل فيه ستابلايزيشن او استقرار. ممكن تحت الواحد، تحت الدولار ممكن نشوف 85 سنت لليورو الواحد في النصف الثاني من هذا العام اذا ما استمر هذا الانحدار المستمر. 6% انخفاض من اول من فبراير حتى الوقت الحالي، و15% من بدايه العام، وعوائد سندات سلبية في معظم الدول الأوروبية أو خاصة الدول القوية زي ألمانيا. كل دوت يساعد على مزيد من الانخفاض، ولكن على الأجل الطويل هيكون دوت ليه عامل كبير في ارتفاع التضخم وتوقعات التضخم وبرضه النمو، ده اللي يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي بالفعل. طب سيد محمد، التوقعات تتزايد بشأن رفع أسعار الفائدة في أمريكا. البعض يتحدث عن شهر يونيو المقبل، منتصف هذا العام. هل يمكن القول اليوم أن الأسواق استوعبت هذه التوقعات؟ بمعنى إذا جاء رفع الفائدة ربما لن يكون هناك تأثير كبير لها في السوق. لا أعتقد أن لسه التسعير، ممكن نقول 25% من تسعير رفع الفائدة لم يتم في الأسواق. الأسواق ما زالت في دماغها الديفليشن ريسك أو مخاطر انخفاض التضخم هي اللي بتسيطر على الأسواق لحد الكبير. فكثير من اللاعبين الأسواق هيستبعدوا رفع الفائدة لهذا العام، ولكن جه برضو النهاردة أو يوم أمس بولارد أحد أعضاء الفدرال الأمريكي وقال أن في الصيف ده ممكن نشاهد رفع الفائدة، وبالتالي الأسبوع القادم في اجتماع الفيدرالي او لجنه الاسواق المفتوحه ممكن يبداوا يناقشوا التطورات اللي حصلت لاقتصادياتهم، وخصوصا لما شفنا مثلا نمو الوظائف اكثر من 12 مليون وظيفه تمت في 60 شهر متواصلين، وده يعتبر يعني اكثر نمو متواصل للاقتصاد الامريكي. فالاقتصاد في تحسن، ولكن بعض لاعبي الاسواق يزال يشكك في رفع الفائدة أو قدرة الفدرالي على رفع الفائدة، لأن معايير أو مخاطر التضخم في الولايات المتحدة ما زالت منخفضة. ولكن أتوقع شهر 6 ممكن نلاقي الفدرالي. اتفضل. شكرا لك من الكويت كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس محمد زيدان، وعذرا على ضيق الوقت. نهاية وقفتنا الاقتصادية، نعود إلى فضيلة.